يوم مميز جدا في افتتاح هذه البطولة، يوم ينطلق فيه الجميع من نفس المساء. انطلاقة فلا داعي للقلق لأن المباراة بدأت للتو. لديه فرصة عرضية من الجانب نبيل ضرار، كريم الأحمدي، يوسف عيد بن ناصر يسيطر على الكرة، يلعب الكرة مباشرة قبل أن تلمس الأرض، يمر ويلعب كرة بينية، يلعب الكرة العرضية للقائم الثاني. لمسة بينية، لمسة في المساحة الخالية، كرة رأسية خطيرة، كرة أرضية خيالية بالمقاس وضربة رأسية في منتهى الروعة. كريم الأحمدي يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، يحاول أن الكرة داخل الشباك، الكرة في الشباك، الحارس مسكين غير قادر على فعل شيء أمام هذه التزيدة. الهندر يحاول فك شفرة، يسدد الكرة، الله على الهدف المغربي. ومع هذا الهدف تكتمل العودة في النتيجة. خذها مني ببساطة، هذه كرة لا تصد ولا ترد، حارس مين يا عم ممكن يصد هذه الكرة؟ هذه طريقها إلى المرمى مفتوح. والكرة هذه براءة كبيرة منا أن يلعب الكرة الرأسية بهذه الطريقة. تسديدة في اتجاه المرمى، محاولة في منتهى الروعة لكن كانت تحتاج إلى شوية حظ، شوية حظ. Thank you.
كرة خطيرة على اليسار، نبيل ضرار يلعب العرضي، يحاول لعب الكرة بالرأس، تدرج جميل الكرة إيصالها المنطقة بشكل جيد، لكن اللمسة الأخيرة لم تكن موفقة. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، يحاول تمريرها من بين لعب، الله على الفرصة، تمر من حارس المرمى، لكن القائم يحاول أن يلعب كرة بينية، عند مساحة خالية على الطرف، العرضية يحلب، لقد أسقطوه، وبالتالي يبدو أنها ركلة جزاء. الآن مع فرصة للتسديد من منطقة الجزاء، حالة من عدم الرضا بين اللاعبين على قرار الحكم، مع اقتناع الحكم نفسه بقراراته بالتأكيد. يضيع فرصة ذهبية، تلعب الكرة إلى الأمام، يلعب كرة بينية، الانفراد يلعبها ببراعة، لعبة في منتهى الروعة، الله يا ولد، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ جول جميل. نهاية جميلة جدا بعد تمريرة من ذهب. كرة من جهة اليمين، ثم الكرة، هذه ضربة رأسية، لم ينجح في تحويل الكرة إلى المرمى. الله، ما فرصة للتسديد، دفاع ينجح في ابعاد الكرة عن منطقة الخطر، كرة ممتازة، تسديدة من أول لمسة، تصدي غير عادي من حارس غير عادي في يوم كبير، يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس مرمى. ينطلق إلى الأمام بسرعة، الحكم يطلق الصافرة ليعلن نهاية المباراة، هزيمة تجعلهم تحت الضغط، لأنه خسارة أي نقطة في المباريات القادمة قد يعني الخروج من مرحلة المجموعات. مع هذه اللعبة الجميلة ومع هذه المباريات الممتعة، إلى اللقاء.